السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد في وصفه جديده. وصفه اليوم غادي نحتاجو هنايا عندي غندير معكم واحد الصلصه ديال الطماطم او مطيشه. اللي غنحتاج فيها هاد المطيشه طويله، هاد الصلصه تاع مطيشه اللي كتجي مع المشويات او الحوت مقلي، الحوت مشوي، اللحم كذلك. تقدروا ترافقوا بهاد الصلصه اللي كتكون فيها شويه الحار، كتعطي واحد النسيمه زوينه. هاد الصلصه اللي غادي نحتاج فيها هنايا عندي كيلو تاع مطيشه من هاد النوع طويله، وغادي نحتاج هنا واحد ما بين 5 حتى 6 دريسات ديال الثومه اللي قطعتهم انا صغار، وهنايا عندي واحد شويه ديال المعدنوس، وغادي نحتاج الملحه، وغادي نحتاج شويه البزار، وهنايا عندي واحد الفليفلات اللي حارين اللي غادي نطحنهم مع هاد المطيشه اللي على هاد الشكل. غادي نحيد لهم هاد النباته ديالهم، غادي نطحنهم. وغادي نحتاج هنا واحد نص كاس، ما بين نص كاس ديال زيت الزيتون حتى الكاس لاروب، وغادي نحتاج واحد نصف كاس ديال الخل الابيض. بقاو معايا باش نوريكم طريقه تحضير هاد الصلصه. بسم الله، اول حاجه غادي نبدا بها غادي نحيد هاد النباته اللي كتكون هنا ديال الطماطم، غادي نحيدها على هاد الشكل كما كتشوفوا معايا هنا، وغادي نفلحها هكا. انا غادي نحيد لها غير الجلده ديالها، هذيك السريعه والزريعه غادي نخليها. وغادي نجيب الماء غليان وغادي نخويه عليها باش تهز ليا دغيا الجلده ديالها. بسم الله، غادي نخليه واحد ما بين 5 حتى 10 دقائق باش دغيا تسلت ليا الجلده. نخليه واحد شويه، من بعد عاد غنحيد ليه الجلده ونخليه واحد 10 دقائق ونكمل معكم لا فيديو. دابا بعد ما تدات ليا المطيشه غادي نحيد لها الجلده على هذا الشكل، كتجي ساهله ملي كديروا ليها الماء غليان كما كتشوفوا معايا هنا. كتسلت دغيا، غادي نقطعها غادي نحيد هاد اللي كتكون هنايا هذيك النباته ديالها مزيان ما نخليهاش. ماشي ضروري نقطعها مقادة حيت مازال غادي نطحنها في الماكينة. صافي، غادي نقطع وغادي نجمعها في صالاتي حتى غادي نسالي مطيشة ديالي كاملة. ديك الساعة غادي ندوز نطحنها ونوريكم الطريقة اللي غندير بها هاد الصلصة تاع الطماطم. كما كتشوفوا راه كندخل لها شويه في النباته هنا، ما كنخليهاش، وكنفضل ندير هاد المطيشه الطويله حيت كتكون حمراء بزاف وكتجي في الصلصه زوينه وبنينه. صافي، دابا انا كملت المطيشه ديالي، غادي ندوز باش نوريكم الطريقه كيف غادي نطحنها. بعد ما ساليت مطيشه كامله ديالي في التقطاع غادي نجيب واحد الماكينه ديال الطحانه وغادي نديرها فيها، وغادي نزيد عليها الثومه. بسم الله، غادي نطحنها كامله، وغادي نزيد عليها دوك الفليفلات اللي عندي صغار. تقدروا الا كانت عندكم فلفله كبيره طويله تقدروا ديروا غير وحيده. انا غادي نحيد هاد النباته ديال هاد الفلفله كما كتشوفوا معايا هنا، غادي نلوحها على هاد الشكل.
بالنسبه للحروره تقدروا نتوما تزيدوها ولا تنقصوها، كل واحد والذوق ديالو. كاين اللي ما كيبغيهاش بزاف وكاين اللي كيبغيها حاره. وغنزيد الثومه هنايا، عندي ما بين 5 حتى 6 دريسات تاع الثومه. غادي ندير واحد شويه الملحه، الملحه غندير غير الجهد حيت باقي غادي ندير الخل، وغندير المعدنوس، غندير واحد شويه البزار، وغادي نوريكم طريقه الاحتفاظ بها. كيف فات لي وسبق درت معكم فيديوهات سابقه عقمت القراعي بالماء طيب، وغندير فيهم هاد الصلصه على هذاك الشكل. كيف فات لي وسبق درت معكم كيف قلت لكم في فيديوهات سابقه. هنا عندي شويه البزار، القراعي ديما يكونوا معقمين، ومن بعد غادي ندير فيهم هاد الصلصه، وغادي نوريكم كيف غادي نزيد نعقمهم في الاخر. دابا غادي نطحن كل شيء. دابا من بعد ما طحنت مطرشه ديالي كما كتشوفوا معايا على هاد الشكل، طحنتها مزيان مع هذيك الفلفله والثومه وشويه الملح وشويه البزار. دابا غادي نديرها في صلادي، وغادي نزيد فيها زيت الزيتون وشويه تاع الخل. هنا غادي ندير نص كاس ديال الخل، وغادي ندير نص كاس ديال زيت الزيتون. الا بغيتو تكثروا زيت الزيتون تقدروا تزيدوا كاس، ديروا كاس لاروب. هنايا دابا غادي نجيب نص كاس ديال الخل، الخل الابيض حيت ما كيكونش فيه ديك المروره كثيره. هنايا نص كاس ديال الخل، وهنايا نص كاس ديال زيت الزيتون او زيت العود. اللي ما متوفرش عنده زيت العود يقدر يدير زيت المائده، غادي ندير غير نص كاس. انا اللي بغى يزيد كيف قلت لكم زيت العود يقدر يزيدو، ندير كاس لاروب. غادي نخلط هاد الصلصه ديالي مزيان كما كتشوفوا معايا. هنا كيف قلت لكم هذيك المطيشه اللي كتكون طويله كتكون الصلصه ديالها كتجي حمراء. انا اكتفيت بهذا القدر تاع زيت الزيتون كما كتشوفوا معايا هنا، نص كاس ديال زيت الزيتون ونص كاس ديال الخل. الصلصه صدقوني راه كتجي زوينه الا بغيتوا ترافقوها مع المشاويات. قلت لكم الحوت مقلي، اي حاجه بغيتوا ديروها تقدروا ترافقوها بها على هذا الشكل. خلطوها مزيان صافي. وغادي ندوز دابا باش نديرها في القراعي يكونوا معقمين، نوريكم الطريقه صافي. غادي نبدا نعمر القراعي اللي انا عقمت، وغادي ندير فيهم الصلصه ديالي، نعمرهم مزيان. هنايا كما كتشوفوا معايا الصلصه كتجي على هذا الشكل كما كيبان لكم هنا، هذا هو الشكل ديالها، وصدقوني كتجي بنينه. دابا من بعد ما ساليت التعمار ديال القراعي ديالي، غادي نجيب الطاية ديال القرعه وغادي نسدها على هذا الشكل مزيان. هنايا بدلت الغطايه حيت واحد الغطايه ما تسدتش ليا مزيان، خاصها تسد مزيان كما كتشوفوا على هذا الشكل. غادي نجيب واحد الطنجره كيف العاده وغادي نقلبهم على هذا الشكل، وغادي نخوي عليهم هنا الماء مزيان، يطلع شويه الماء في النص ديال القرعه. غادي نردهم فوق العافيه حتى تطلع الغليه، وغادي نحسب لهم واحد 10 دقائق وغادي نطفي عليهم ونخليهم مقلوبين واحد الليله كامله. ومن بعد غادي نحتفظ فيهم في الثلاجه ولا في شي مكان بارد كيف كما كنقول لكم دائما. كيف العاده دائما هاد الشيء اللي كنديروا في القراعي ديال الزاج تحتفظوا به في مكان بارد ولا في الثلاجه باش كيبقى لكم مده طويله. دابا غادي نديرهم فوق النار. دابا عندي القراعي ديال صلصه الطماطم هنايا فوق العافيه فوق النار، غادي نخلي حتى تطلع الغليه تاع الماء مزيان مزيان، وتحسبوا لها 10 دقائق وتطفوا عليهم وتخليهم ليله كامله. من بعد تحتفظوا بهم كيف ما قلت لكم في مكان بارد.
وهذا هو الشكل النهائي تاع الوصفه اللي درت معكم اليوم والفيديو اللي درت معكم اليوم. نتمنى يعجبكم ونتمنى تدعموني بلاجل لي بارطاج، واللي باقي ما اشتركش في القناه ديالي نتمنى يشارك. شكرا على المتابعه، في وصفات اخرى ان شاء الله.